آخر ينطلق على بركة الله وتوفيقه. الشوط خاص بالجعدان المهجنات والثامن في ترتيب هذه الأشواط في هذه الفترة الصباحية. نعود مشاهدينا إلى المقدمة مباشرة ونعطيكم بالتفاصيل هذه الانطلاقة. الآن المركز الأول من الناحية الأخرى متواجد هناك الحاسم بدأ يحسم الشوط مبكرا، وسالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري أيضا يتقدم في هذا الأداء الجميل. متعب وصل في المركز الثاني، مملوك المبارك بن محمد بن عيسى المطاوعي. أما النقلة الثالثة هو هناك ملي لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، كما أيضا نتابع الأداء الجميل. والمركز الآن الرابع، المركز الرابع وصول من عديم لعبد الله بن عبيد بن حلوس الذبان العامري، والنقلة القادمة مع انطلاقة هناك المركز الخامس. هناك الحنيش لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي أيضا متواجد في هذا الأداء الجميل. والمركز السادس، مركز السادس شاهين لعلي بن كلفوت المزروعي اللي وصل واحتل المركز السادس. النقلة القادمة سابعا متواجد مياس بشعار عتيق بن عبيد بالهلي الهاجري اللي متواجد هنا في المركز السابع. المركز الثامن هملول اللي قادم لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة، وتغير هناك ايضا نتيجة اللي وصل. وفي المركز الان التاسع مشاهدينا في كل مكان، واللي غير هناك نتابع مشهور لمسعود بن سعيد بالهذيل الهاجري. والمركز الان العاشر وصول من حزام لسعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مشاهدينا في كل مكان. بن حمدش ايضا وصل الشعار الخزناوي. نعود ونتواصل مره اخرى مع مقدمه هذا الشوط. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، هناك التسلل الذي وصل متعب لمبارك بن محمد بن عيسى المطاوي الذي يخطف الصداره، ولكن ما تعملي ملي اذا اسمه الصحيح نعم هو لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي. يا سلام يا سلام، راعي الساحي متواجد بقوه. يا هو مشاهدينا الاعزاء، والمركز الان الثالث من الناحيه الاخرى الحاسم لسالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، وهنا ايضا قدوم اخر من قبل شاهين لعلي بن كلفوت بن الذي وصل في هذه اللحظات علي بن كلفوت بن جرش المزروعي. اما النقله الخامسه، النقله الخامسه شعار بن ذيبان الذي وصل مع عديم للسيد عبد الله بن عبيد بن حلوث بن ذيبان العامري، وايضا قدوم اخر وانتقال من قبل الكهرب مملوك لحمد بن سالم الشريفي الذي وصل واحتل المركز هنا السادس مشاهدينا، والسابع اللي غير بالرقم سبعه. ومن الناحيه الاخرى الحنيش بدا يوصل لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي، ينتقل في هذه اللحظات ليتقدم رويدا رويدا. وهناك ايضا قدوم اخر من قبل مشاهدي الاعزاء اللي بدا يوصل مشهور لمسعود بن سعيد الهاجري، بدا يوصل في المركز الثامن والمركز التاسع مشاهدينا. هناك اشعار سالم بن علي بن متعب بن محمد الذي وصل مع غزيلان مشاهدينا، وهناك ايضا قدوم اخر وانتقال مع الحذر لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري، بدا يتدخل من الناحيه الاخرى. والمركز العاشر الفارس لحمد بن محمد بن حمد العاض المري. هذه النتيجه المره الثانيه على التوالي ننقلها لحضراتكم ولمشاهدينا في هذا الاداء الجميل عبر ابو ظبي الرياضيه. وهناك الاداء الجميل، نعود للصداره بعدما تغيرت النتيجه مع الصداره وشاهين. شاهين هناك شاهين كلفوت اللي غير النتيجه، الله لعلي بن كلفوت بن جرش المزروعي،
من خطف الأضواء بهذا الشعار الجميل. يتقدم مشاهدينا والمركز الثاني مباشرة متواجد الكهرب، أيضا غير بدور المركز الثاني مباشرة لحمد بن سالم الشريفي ينتقل للمركز الثاني مباشرة. الدور دور هناك أيضا مشاهدينا اللي وصل عديم لعبد الله بن حلوث بن ذبان العامري بن عبيد، وصل أيضا وينتزع المركز الثالث. النقلة اللي قادمة، وصل هناك كما ذكرنا غزيلان للسيد سالم بن علي بن متعب بن محمد إسحاق الذي وصل مشاهدينا في هذا الأداء الجميل. الله يا سلام. ومن الناحية الأخرى وصل بن غالب، وصل بأداء جميل. الله يراك أبو راشد متواجد مع الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري، بدأ يتقدم من الناحية الأخرى ويأخذ مكان جميل، ووصل بدور أيضا هناك هملول بجواره تماما. الله يا بن حلوة، خلى حلوة محمد بن أحمد بن سعيد الحلوة، وأيضا بجواره هناك أيضا الفارس لحمد بن محمد بن حمد العاض المري اللي قادم أيضا من الناحية الأخرى متواجد في المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة من نصيب الحنيش لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي، وبجواره تماما هناك من يتقدم رويدا رويدا وينتقل في هذه اللحظات مشهور لمسعود بن سعيد الهاجري. يا سلام. وهنا أيضا مشاهدينا وصول آخر وانتقال في هذه اللحظات من قبل مشاهدينا غزيلان لسالم بن علي بن متعب السحاق. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم نتواصل في هذا الأداء الجميل ونتواصل في هذا الانطلاق الحفل الكريم للمركز الأول مرة أخرى والصدارة، ونعود لنعطيكم مرة التفاصيل. والتفاصيل ما زالت مع شاهين، التفاصيل مع شاهين وما علي بن كلفوت بالجرش المزروعي من قاد الشوط. اتجهنا والتوقيت مهم، التوقيت مطلوب، والكل بدأ أيضا يحقق نقطة مع توقيت جميل. والمركز الثاني وصل غزيلان، وصل سالم بن علي بن متعب بن محمد السعاق، وصل. الله يا سلام. بدأ ينطلق المركز الثالث الفارس لحمد بن محمد بن حمد العاض المري. الله يا سلام. بدوا باندفاع وبدت الخطورة وبدت الركسة التلقائي والاندفاعات، وبدأ بن غالب من الناحية الأخرى. الله مع الحذر مع محمد بن راشد بن غالب المنصوري. والمركز الخامس هناك هملول لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. الخمسة انفردا، الخمسة انطلقا، الأداء جميل وعبر أبو ظبي الرياضية أجمل، وعبر لمسات أبو طلعة الهواري هو يزيدها أيضا حلاوة فوق الشعر بيت. نعود للشوط، نعود إلى أداء. الله الله الله، تسلل هنا الفارس ليكون فارس الشوط. انطلق مشاهدينا. الله يا سلام يا سلام. روح يا العاض. الله حمد بن محمد العاض المري اللي قادم مشاهدي الأعزاء، والضيف اللي قادم من دولة قطر الشقيقة ليسجل نقطة هنا قوية. الله بدأ ينطلق. الله إلى الصدارة، إلى الأمام وإلى الأداء الجميل. والمركز الثاني مشاهدي الأعزاء، هناك اللي متواجد شاهين لعلي بن كلفوت بالجرش المزروعي. والمركز الثالث هناك غزيلان لسالم بن علي بن متعب بن محمد السعاق، ولكن عودة للفارس، عودة لحمد بن محمد العاض المري. الله اللي غير. الله رد الشاهين، ردت السلالة الشاهينية هي التي تعرف طريق للنهاية العدلة، هي التي تعرف تحوم البودرة في اللحظات العصيبة، هي السلالة الشاهينية. والسلام هنا في مكانه. تهانينا لمحمد لكلفوت علي بن كلفوت بالجرش المزروعي على الفوز على أداء مع السلالة الشاهينية. لك تحية يا كلفوت. المركز الثاني لحمد بن محمد العاض المري الفارس، والمركز الثالث كان وصول غزيلان لسالم بن علي بن متعب بن محمد السعاق. والمركز الرابع وصول من الحذر لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري. والمركز الخامس
هناك وصول من هملول لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، ولنا عوده مع الاعاده والحركه البطيئه ومخرجنا الهواري وساعات تسلل السلال الشاهنيه لتحقق النقطه الجميله في هذا المداء الجميل، ويكون ايضا السلام في مكانه. تهانينا تهانينا لهذا الفوز شاهين علي بن كلفود بالجرش المزروعي، امامكم على الشاشه وصوله 9 دقائق 45 خمسة أجزاء من الثانية. لك تحية يا أبو كلفوت. المركز الثاني، المركز الثاني، هناك من وصل. نعم الفارس، التوقيت 9 دقائق 48 وجزءا يتيما من الثانية، الفارس للسيد حمد بن محمد العاض المري. والمركز الثالث هناك 9 دقائق 48 9 أجزاء من الثانية، هو غزيلان لسالم بن علي بن متعب بن محمد السعاق. هذه النتيجة والناموس للجميع.